بدأ العلماء يفهمون منشأ سحابة غريبة يبلغ طولها حوالي 1800 كيلومتر، اكتشفت في سبعينيات القرن العشرين على كوكب المريخ، حيث تظهر السحابة يوميا على مدى أشهر عدة انطلاقا من أحد أكبر البراكين على الكوكب الأحمر. عند اكتشافها كانت مراقبتها صعبة، ولكن الآن الوكالة الأوروبية تقول إنه يتم متابعة السحابة باستخدام أداة سرية من مارس إكسبرس، وهي كاميرا مراقبة بصرية تسمى VMC، والتي تتمتع بمجال رؤية كبير، وهي مناسبة تماما لرصد تطور ظاهرة هذه السحابة بحسب العلماء. وبينت أجهزة المراقبة مشاهدين أن السحابة تتكون من بخار الماء الجليدي، وتتشكل قبل شروق الشمس كل صباح على الجانب الداخلي لبركان أرسيا مونس، وترتفع إلى علو نحو 40 كيلومترا، أي أعلى بكثير من قمة البركان القديم. هذه الظاهرة لا تدوم أكثر من ساعتين ونصف الساعة قبل أن تختفي السحابة تحت أشعة الشمس.